200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل 2 تم توزيعها بولاية الجلفة، حيث استلم المستفيدون مفاتيح شققهم وسط أجواء من البهجة والفرحة. فرحانة بالبزاف، لا غير بالبزاف، هذه الفرحة الأولى اللي ديتها في حياتي. هذا شعور كبير بالبهجة بعد سنين من الانتظار. عمر الانتظار هذا من عمر ابنتي. ربي يفرج علينا والبركة في السلطات الوطنية والسلطات المحلية، وإن شاء الله تعود بادرة خير، وإن شاء الله نفرحوا بالسكنات تاعنا. استفادت ولاية الجلفة من إنجاز أكثر من 3700 وحدة سكنية بصيغة عدل 2، سلمت منها 1700 وحدة سكنية. متواصلين في عملية إنجاز هذه السكنات في الوقت، يعني في الوقت المحدد في العقود، ويعني بلاكاليتي اللي لازمة باش نبقى وباش نوفر للمكتتبين وكالة عدل يعني سكنات لائقة. جزائر جديدة فيها مثل هذه المحطات التي ترمي أساسا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن والوقوف على انشغالاته. وتسعى السلطات المحلية إلى إنجاز مختلف المرافق الضرورية بهذه الأحياء السكنية لتمكين المواطن من ظروف العيش الكريمة.